أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حوار المساء، والتي نركز فيها على محورين. الأول تصاعد الخطاب الطائفي مع قرب موعد الانتخابات، وفي المحور الثاني نناقش هدم المحل والمنازل في بغداد والحكومة تسميها رفع التجاوزات. فاصل ونعود لكم. تتصاعد الخطابات الطائفية في العراق مع قرب موعد الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في أيار المقبل، إذ يحاول كل طرف استمالة الشارع عبر خطابات تعتمد التحريض والطائفية لجمع أكبر عدد من الأصوات. نتابع هذا التقرير ونعود للنقاش. لم تكن عباءة الوطنية أو المدنية ستثبت لوقت أطول على أكتاف ساسة العراق الجدد بعد انفراط عقد التحالفات الجديدة وبيان حقيقة ما تسمى بالقوائم العابرة للطائفية، فلم يجد شركاء العملية السياسية بداً لاستمالة الجمهور فاختاروا أسهل الطرق للوصول إليها. بعد استهلاك شماعة تنظيم الدولة كما يرى كثيرون، عاد اسم حزب البعث ليتردد مجددا في خطب قادة الأحزاب والميليشيات على حد سواء. فعلى سبيل المثال، هذا القيادي في ميليشيا الحشد أبو مهدي المهندس يتحدث عن محاولات حزب البعث للعودة للسلطة. ومواجهة حزب البعث الذي يظن أنه يعمل مرتاحا في العراق، حزب البعث بقيادة عزة الدوري يقوم الآن بتنظيم صفوفه ويتغلغل في دوائر الدولة ويسعى للدخول إلى الانتخابات بقوائم وشخصيات تتوزع على قوائم متفرقة. وأنا من هذا المنبر أخاطب المسؤولين السياسيين والأمنيين. هذا الخطاب وما سبقه من خطب تعتمد بشكل أساس على الحمم الكلامية الجاذبة شعبياً ونبرة الانتقام والتصعيد الطائفي، يتوقع مطلقوها أن تحشد الشارع إلى جانبهم قبيل الانتخابات، لكن على الأرض كانت الآراء مختلفة. أعتقد الآن الخطاب الطائفي بدأ أصبح مكشوفاً أمام الناس، ولا أعتقد أن النفس الطائفي، نعم لربما سيكون سيلعب جزء منه في العمل الانتخابي، ولكن بشكل عام الناس كشفت الوجوه الطائفية وكشفت السياسات الطائفية. توقيت هذا الخطاب فضلا عن شخصيات مطلقيه تحيل إلى كامل البنية التي أنشئت عليها العملية السياسية، وتعزز الصورة الحقيقية عن العقلية الحاكمة في العراق اليوم. تجر البلد إلى الأمان، لكن للأسف الخطاب الطائفي لا زال إلى اللحظة يحصد أكبر عدد من الأصوات، سواء كان بالمحافظات الجنوبية أو إذا كان في المحافظات الشمالية أو الغربية أو غيرها من المحافظات العراقية. يمكن اليوم نحتاج إلى وعي ونحتاج إلى دراية تامة حتى لا يتم إخداع المواطن العراقي بصبغة طائفية. وما بين خطاب تحريضي يسعى لإدخال العراق من جديد في دائرة النار، وبين ترويج لا يكاد يقنع صاحبه، ترزح البلاد تحت صراعات ونزاعات تبدأ بين أروقة الساسة وتنتهي في شوارع المدن أو مخيمات النزوح. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الأستاذ بهجة الكردي الناشط العراقي المستقل، والأستاذ صلاح الدين محمود من أربيل الناشط السياسي. فمرحبا بكم معنا أستاذ بهجة، أهلا بك. كيف تقرأ تصاعد الخطاب الطائفي خاصة من قيادات الأحزاب وميليشيات الحشد الشعبي مع قرب موعد الانتخابات؟ شوف يا سيدي دكتور عمر، هي هذه الخبزة اللي عايشة عليها هذه المجموعات البائسة، يعني هي هذه الخبزة اللي يمشوها على الناس على أساس أنه هم خايفين من عودة البعث، وهذا من باب إرهاب الناس حتى تروح للانتخابات. كلهم فاسدين، كلهم سراق، وكلهم مشاركين بجريمة سرقة أموال الشعب العراقي. ما حد يحذر الشعب العراقي من الفاسدين ومن السراق، وهاي الاسطوانة المشروخة مال عودة البعث. أخي عمر، يقولون البعث أيد بالانتخابات 2010 قائمة علاوي وفاز علاوي بالأغلبية، والنتيجة ها
هل سمحت إيران لعلاوي أن يصير رئيس وزراء؟ مو اجتمعوا مثل عرس واوية، اجتمعوا على علاوي وطلعوا خارج قوس. يا سيدي، يعني على إيش أنتم مرعوبين على أساس يعود البعث؟ بالمناسبة أكو ناس اليوم في الوسط والجنوب، صدقني يا أخ عمر، يترحمون على أيام صدام حسين، لأن ما كان أكو هكذا مجموعات فاسدة، وعينك عينك، وبرضى المرجعية وبدعم المرجعية وسكوت المرجعية على استمرار انتخاب الفاسدين، وهذا عار على المرجعية. ليش يا سيدي؟ لأنه اللي نسمعه يقول أن المرجعية تنأى بنفسها، وهذا مو صحيح. النأي بالنفس في حالة السرقة والفساد وسرقة بيت مال المسلمين جريمة، وهم مشاركين المرجعية في هذه الجريمة. السكوت 15 سنة على هؤلاء الفاسدين. المجرب لا يجرب. طبعا يا سيدي، هكذا هذا المنطق والعقل. لكن أخي عمر، شوف أكو طفلة اسمها عهد التميمي، فلسطينية، ألقي عليها القبض لأن صفعت على وجه أحد الجنود، جنود الاحتلال، قرب القرية، ولحد الآن قضيتها في المعتقلات الإسرائيلية. سألها القاضي، شوف هذه المرأة بمليون رجال، ويا مرة طفلة 16 سنة، هذه الطفلة بمليون رجال. القاضي يسألها أخي عمر، يقول لها أنت شلون صفعتي الجندي الإسرائيلي؟ قالت له انزع، افتح القيود حتى أشوفك شلون صفعته. تقول له للقاضي، أنت افتح الأصفادي حتى أعلمك أشوفك شلون. زين، إحنا هذا الشعب أبو القيم أبو الغيرة، متى يصفع كل هؤلاء الفاسدين؟ والله جريمة السكوت والمشاركة في هذه الانتخابات، والجريمة الكبرى سكوت المرجعيات. وين هذه العبادي؟ تتذكر قال سنحاسب الفاسدين؟ قلنا إذا قبل الانتخابات معناها ممكن، يعني ممكن أكو أمل للناس أنه راح تتخلص من الفاسدين. نعم، على ماذا يدلل هذا الخطاب الطائفي؟ عودة الخطاب الطائفي على ماذا يدلل برأيك؟ ما يريدون يفقدون هذا المنجز الذي حققه الحشد. اليوم الحشد قوة عسكرية ضاربة أقوى من الجيش العراقي، والآن عندها مرشحين راحين للانتخابات، واحتمال كبير جدا أن أمريكا وإيران تدعمهم للفوز لإرعاب المنطقة وإرهاب المنطقة ودول الخليج، وهذا يعني متوقع جدا أن يفوزون، لأنه تدري اليوم التجارة بالنصر، وما نصر على أساس هم يعني منتصرين على الدواعش، وأنه يريدون يستغلون على أساس هذا النصر. ما يقول إحنا حرقنا كل مدن السنة في العراق يا سيدي، ما يقولون أنه إحنا سرقنا كل أموال العراق، ما يقولون أنه إحنا مجموعة من الفائسين الفاسدين البائسين اللي ما خلينا شيء بهذا البلد. نعم، تفضل أستاذ صلاح الدين. يعني عندما يتحدث على سبيل المثال أبو مهدي المهندس أو هادي العامري عن محاولة حزب البعث الدخول في الانتخابات القادمة، على من يضحك برأيك؟ والله كريم عمر، أولا دعني أبدأ بالسلام عليك وعلى مشاهديك ومستمعيك وكعك بهجة العزيز. حياك الله سيدي، حياك الله. الله يبارك فيكم أخي الفاضل. أولا هو يعول على الجهل، يعول على الجهل بالدرجة الأولى، ويعول على الاختطاف الفكري والثقافي الذي قامت به هذه الميليشيات في مساعدة كل أموال العراق المسروقة. وكما تفضل كاك بهجت والأقصح بالتقرير، أن ربما الكثير من العراقيين الآن يرحبون بعودة البعث. يعني إذا قيلت هذه الدشاوة عن الناس ووضع الناس أمام خيارين، إما ميليشيات إيران وغلمانها بفسادهم وسرقاتهم وإرهابهم، يا إما عودة البعث، وأنا المتكلم يختلف مع البعث. يعني أستاذ صلاح الدين، يعني فقط نقطة نظام، يعني أين هو حزب البعث من الانتخابات؟ أين وجود هذا الحزب؟ ليس له مسمى وليس له شخصيات. يعني عندما يتحدث أبو مهدي المهندس يقول هناك شخصيات سوف تدخل الانتخابات، هي تتبع إلى حزب البعث، من يقصد بهذه الشخصيات؟ أخي الفاضل، هم يعلمون أن ما موجود من البعثيين في الحكم أو في موقع المسؤولية هم بين صفوف هؤلاء الذين نزعوا الزيتوني ولبس الحكم، وهؤلاء طائفيا. فهنا ليس هناك وجود فعلي ذو وزن انتخابي للبعثيين في العراق،
لأنهم إما قتلوا أو هجروا، ومن بقى منهم انضم إلى غلمان إيران إلى حكومة المنطقة الخضراء. هذه نوع من التخويف أخي الفاضل، وهذه النظرية الأمريكية أساسا تقوم على أساس خلق عدو افتراضي ثم تقتات كمدافع ضد هذا العدو الافتراضي. ولكن أنا كنت أناقش من الناحية الجدلية، من قال أن ليس هناك في العراق من يتمنى عودة البحث؟ ولكن هؤلاء هم وضعوا هذا الجدار من الجهل والجدار من المشاعر والعواطف التي لا تستند لا إلى حقائق تاريخية ولا إلى حقائق على أرض الواقع. ويحاولون أن يخلقوا عدو افتراضي ثم يقدمون أنفسهم كمدافع عن الشيعة ضد عودة البحث. وأنا هنا أيضا من شجع الناس على أن تترحم على البعث غير أفعال هذه العصابات المجرمة وهؤلاء الذين لم يلتزموا بأي ثابت لا ديني ولا عرقي ولا وطني ولا حتى إنساني؟ ولكن للأسف الشديد هذه هي وسيلتهم منذ الأيام الأولى، وقالها بهاء العرجي، قال جئنا إلى العراق بدون أن يكون لنا قاعدة شعبية فخلقناها عن طريق الطائفية، وهذا هو الذي هو لأنهم منذ اليوم الأول. ثم حال هؤلاء يخيفون الناس بالبعث بأي إنجاز قدموه، بأي وسيلة بديلة، ما هو التطوير في العراق خدماتيا صحيا تعليميا؟ يا أخي العراق اليوم في قمة في أعلى قائمة الفساد. نعم أستاذ صلاح الدين، العراق اليوم أقل البلدان أقل البلدان ثقافة. أعود إليك، أعود إليك يا أستاذ صلاح. نعم أعود إليك. كما أسماه خلق عدو افتراضي كما أسماه أستاذ صلاح الدين، يعني أستاذ بجد هل يعقل أن ينطلي على الشعب العراقي هذا الخطاب الطائفي مع قرب الانتخابات وبعد تجربة مريرة لسنوات عديدة مع هذه الأحزاب؟ والله هل معقول ينطلي هذا الخطاب على الشعب العراقي؟ المفروض بعد هذه المحنة والمآسي والخمسطعش سنة من الفساد والسرقة وهاي زبالة إيران اللي تحكم. خليني بالمناسبة أحيي الأخ العزيز صلاح كاك صلاح الدين محمود كاك صلاح الدين، حياك الله يا سيدي. نعم. سباز براجيان. أقول أخي العزيز كل هذا الذي نسمعه من هؤلاء هو الاستئثار بالسلطة والمحافظة على المكتسبات اللي حققوها، أعيدها لأنها مهمة، لأنه هذه المجموعات البائسة لن تقبل إلا بحرق العراق لصالح إيران. نعم. وحرق بالكامل. أنت شوف هذه الوجوه البائسة تتكلم لي بالديمقراطية، وأنا ما أفهم أي ديمقراطية اللي يتكلمون عنها يا سيدي بعد هذا الذي يجري. مجموعات طائفية بامتياز، لا يمكن أن تبني ديمقراطية. تمام. هذه المجموعات الشيء. هل ينطلي هذا الشيء على الشعب العراقي بعد هذه السنوات العجافة التي مرت على الشعب العراقي؟ المفروض بعد ما ينطلي على الشعب العراقي. نعم. لكن العلة بالمرجعيات ورجال الدين، يعني لحد الآن ما سمعنا غير يمكن المرجع المالي المواطن، يعني الآن المواطن يقف ويوصل رسالة حقيقية. نعم. للناس للمواطنين أن المشاركة بالانتخابات جريمة. نعم. أن المشاركة بالانتخابات غير شرعية لأن هذه المجموعة بائسة وفاسدة وأثبتت من خلال. نعم. التجربة. فيا سيدي إذا المرجعيات ما تقوم بدورها الأخلاقي الديني، يعني ايش تتوقع؟ مو احنا شعبنا. نعم. المسكين، يعني مصيبتنا انه ننظر الى المرجعيه انه هي ماذا ستقول؟ المرجعيه. نعم. تقول روح انتخبوا الافضل، اي وينك افضل؟ دكتور عمر وينك واحد بهذه المجموعه يستحق ان تقول عليه الافضل والاكثر عملا واللي يقدم للشعب العراقي؟ ما هي كل هذه المجموعه تجار معروفين، مو احنا بكلامنا. نعم. يعني المشكله انه احنا اللي قلناه 15 سنه ثبت انه هذه المجموعه بائسه وليست رجال دوله ولا سلطه، لكن من خلال افواه الناس اللي موجودين اليوم بالبرلمان. نعم. وهم يقولون انه نحن مجموعه من الفاسدين ولا يوجد بيننا من هو محق بان يكون عضو في هذا البرلمان ويخدم الشعب. وبعدين انت تشوف اخي العزيز، يعني الشعب العراقي ترى بسرعه ينضحك عليه. كيف هذه؟ مش هذه معقوله؟ شيء مؤلم.
شيء مؤلم انه هذا الشعب اللي تاريخه وانه تاريخ الحديث، ما نحكي عن تاريخ القديم لانه ما إلى معنى الان، لكن بتاريخ الحديث جرب وشاف الحكومات الملكيه. يعني الناس اللي كانت تروح للبرلمان كانوا يختارون اشرف الناس اللي فعلا عنده نزاهه وعنده مقومات داخل المجتمعات اللي تختارها. اليوم يا سيدي كلها بيع وشراء، يعني تخيل انت اليوم زعلانين، انت شوف التحالفات. نعم. التحالفات اللي قائمه الان ترى كذب هاي مال انه نريد تحالفات عابره للطائفيه. نعم. يا سيدي صدقني بمجرد ان تنتهي الانتخابات، والانتخابات ستنتهي بفوز الاحزاب الشيعيه، راح يرجعون يتكتلون من جده وجديد. نعم. وراح يستمر هذا المسلسل المدمر، وهذا ما اشار اليه اليوم تيار الحكمه و تيار النصر عندما قال بأنه التحالف سوف يكون بعد الانتخابات. صحيح. أستاذ صلاح الدين، يعني أوساط سياسية عراقية حذرت من نتائج غير حقيقية، نتائج انتخابات بل سوف تكون حسب قوة وحضور المكونات السياسية، وستبقى المحاصصة بسبب هذا الخطاب الطائفي. إذا نتائج الانتخابات، ذهب المواطن أو لم يذهب إلى صناديق الاقتراع، سوف تبقى على هذه الأحزاب الحاكمة اليوم. نعم نعم أخي عمر، يعني أولا دعني أعرف قليلا لما تفضل لي أستاذ بهجة. نعم. أولا المرجعية هي جزء من العملية السياسية، وجزء من العملية السياسية بشقها الاختطافي للعراق، وأن تدعي أنها تنأى بنفسها هذا الحقيقة لعب أدوار، وهذا كلام غير صحيح. المرجعية هي جزء من الاحتلال حتى قبل أن يقع الاحتلال الفعلي للعراق، وهي راعي عملية سياسية ومسؤولة أخلاقيا وشرعيا عن كل الأخطاء والفساد الذي وقع في العراق، وهي لا زالت في هذا الطريق ولا زالت تدعم لمصلحة إيران، فهي لا تتعب نفسها ولكنها تلعب على الإطار وتتلاعب أي واحد. نعم. ثاني، احتجاج عودة البعث هو الحقيقة جزء من عملية أكبر، هي إقصاء كل الأطراف المناوية للسيطرة الإيرانية وللقصار الإيراني على العراق لتشكيل تأسيس النموذج الخميني في العراق. ضربوا هناك تصريح من جاسم محمد جعفر الذي هو مشرف الدعوة يتهم دول الخليج أنها طريقها لتكتل برلمان كبير برئاسة مسعود البرزاني للعودة إلى الحكم، فهذا يصب في ناحية الأمن الدعائي وفي اتجاه الاستثمار. نعم. وكل هذا تجتمع على نقطة مركزية هو على الوضع الحالي والإبقاء على الاستعلاء أو على دكتاتورية الطائفة في سبيل إكمال مشروع إيران في العراق، وهي وصاية إيرانية على العراق وتأسيس النموذج الخميني في العراق. نعم. نعم. أستاذ بهجت. نعم. أعود إليك أستاذ صلاح الدين. من هي الشخصيات؟ نفس تساؤل يعني سألته إلى الأستاذ صلاح الدين، برأيك من هي الشخصيات التي وافقت عليها مفوضية الانتخابات التي يصفها أبو مهدي المهندس بأنها تابعة لحزب البعث؟ من يقصد؟ يعني أكيد مرت على المفوضية ومرت على هيئة الاجتثاث وإلى آخره، وأغلب الذين دخلوا اليوم في الانتخابات القادمة هم مشاركون أصلا في الحكومة. من هذه الشخصيات التي يقصدها أبو مهدي المهندس؟ شوف يا سيدي، أبو مهدي المهندس وهذه المجموعات البائسة تريد توصل رسالة على أساس أنه أكو احتمالات. تدري اليوم واضح أي احتمالات؟ اسمع يعني خلاص جملتي تسجيل أكو أي شخصيات والأحزاب والكيانات. هي 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 الكلام مهنا. نعم. الكلام أنه عندهم مجموعة من الأصدقاء المقربين إلهم للحشد في المناطق السنية، وهؤلاء كان مضمون ترشحهم، يعني هم ضمن هاي العملية السياسية البائسة. الآن ممكن أن يدخل عنصر جديد لأن هؤلاء فقدوا المصداقية في هذه المحافظات، والشعب المهجر والنازح بعد ما يصدق بهؤلاء المجموعات، فممكن أنه هناك مجموعات جديدة راح ترشح نفسها. يعني اليوم الوقف السني مرشح جايب مجموعة من الناس ما تعرف من هاي المجموعات،
وبعدين بالمناسبة يعني أنا ما أفهم شو إذا كان بعث الشيعي مع اعتزازي بالكلمة أنه يعني بعث الشيعي، لكن أكو هناك البعثين الشيعيين موجودين بالحكم اليوم، وكلاء وزارات ووزراء وموجودين أيضا داخل البرلمان اليوم موجودين، لكن إذا كان بعث الشيعي فهذا ما يعني مغفور له. لكن المشكلة الظاهر أنه إذا كان البعث السني، أدري أنتوا حارقين البلد، سارقين أمواله، مصفرين ميزانيته، يعني أنتوا شو تريدون أكثر من هذا؟ شو تريدون أكثر من هذا؟ طبعا. هذا هو المشروع الفارسي. هذا هو اللي جابتكم من أجل أمريكا. يعني أمريكا ما جابتكم لأنه أنتم حلوين، لأن شوف وجوههم. نعم. وجوههم بائسة كالحة لا يوجد فيها رحمة رب العالمين. من المراقبين أشاروا بأن هذه الشخصيات التي يقصدها أبو مهدي المهندس هي شخصيات سنية أصلا مشاركة في العملية السياسية الحالية. هذا اللي أنا أقوله، ما هؤلاء تدري بهذا المشروع يريدون من الآن الضغوط على هذه المجموعات من خلال إيران، أنه هؤلاء، لأنه تدري لا 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 زالك احتمال أنه خلال هذا الدورة الانتخابية ممكن يظهر أكثر من 40 إلى 50 عضو في البرلمان جديد. من الآن يجب أنه إحنا نتأكد ونطلب من إيران ومن اللجان المشرفة أنه تدقق، لأنه أكو عندهم الآن أكثر من 100 شخص لا يحق لهم الدخول العملية السياسية، وهم موجودين بحجة أنه هؤلاء ما عندهم شهادة إعدادية، ما عندهم شهادة بكالوريوس. أي نعم، عندهم أكثر من 100 نائب ما راح يحق لها. فأكيد هؤلاء تدري يتعلموا كل أساليب الفن والدجل والسرقة والفساد، فعندهم إمكانية لو يتم لهم الموافقة على ترشيح، فهؤلاء راح يكونون هم المجموعة اللي راح تخرج من العملية لا محالة. فممكن يأتي ناس جدد، ومن الآن نريد نوصل رسالة سيعود البعث حتى يشدون عزم باقي المكونات الطائفية مع الأسف. حتى على أساس أنه ترى شوفوا أنه راح ينعود البعث. أدري يعني أنتوا خليتوا بيها بعد شيد البعث، يسا أي مجموعة سياسية تجي للعراق وتريد تحكم وتدخل العملية السياسية وتفوز، مع أن عملية بائسة وفاسدة وكل من يدخلها لابد أن يكون فاسد. تعال فهمني إيش راح يسوي هذا حتى يجي العضو البرلمان الجديد؟ إيه هو من عشر القوم 40 يوما إيش يصير منهم؟ بلد كله مبني على الفساد ولا محاسبة. يوميا نسمع دجل جديد أنه سنقطع وسنبتر، وأنه هناك عملية محاسبة للفاسدين، وليعلم الفاسد أني قريب. كلكم فاسدين. نعم، أعود إليك أستاذ صلاح الدين. يعني هذا الخطاب الطائفي برأيك هل يحقق بعد كل هذه السنوات مكاسب للسياسيين في المرحلة القادمة من الانتخابات؟ الجواب المختصر أخي عمر، نعم لأن هناك لا زال حالة من التجهيل تشترك فيها أطراف كثيرة، وعلى رأسها المرجعية وامتداداتها في المجتمع، في مجتمع الوسط والجنوب. ولكن مع توفر من الشواهد على فساد هؤلاء، وعلى أن هؤلاء لا يخدمون المجتمع العراقي لا في حاضره ولا في مستقبله، وأن هؤلاء لم يأتوا بجديد للمواطن الشيعي في الوسط والجنوب، وهؤلاء لم يحسنوا وضع البلد لا في الوسط ولا في الجنوب، نأمل أن تحصل حالة من الصحوة وحالة من الارتداد إلى الحقيقة، لكي ينطلق هؤلاء أهل الوسط والجنوب وهم يقفون في الصفوف الأمامية لردع الفاسدين ولردع غلمان إيران ولاستعادة العراق بتاريخه بمصطلحاته بشخصيته من إيران وغلمان إيران. ولكن دعني أضيف شيء آخر. إذا كان فعلا هؤلاء البعثيين، أولا الشيء الذي ذكره كاف بهجت أن هناك من البعثيين من هم يشتركون في العملية السياسية ويتولون مناصب سياسية، ولا داعي لذكر أسماء. ثم إذا كان البعث هكذا، لماذا يذهبون للدفاع عن البعث السوري ويقتلون أطفالنا في سوريا ونساءنا أقصد المسلمين في سوريا لمصلحة هكذا نظام بعثي؟ يعني إذا كان البعث بهذا السوء، لماذا يدافعون عنه ويبقونه في السلطة ويدافعون عنه كما يدافعون عنكم؟ طبعا هذه أيضا من ضمن الاستواجية، والحقيقة من ضمن حالة النفاق وحالة الكذب. ثم هناك شيء آخر أخي فاضل لدى هؤلاء، هي أنه لا مانع لديك من أن يتهم أي إنسان بالبعث طالما أن ذلك يخدم غرضه في إقناع المواطن الشيعي البسيط أو في التدليس على المواطن الشيعي البسيط
على أن هناك عدو ينتظر ليفترسه، وهناك عدو قادم سيمنعه من أن يلطم وأن يمنعه من أن يرسم الصواريخ ومن أن يغسل أقدام الإيرانيين أو من أو أن ينكب يصعد الإيراني على ظهره. نعم. وأن يفتح أبواب العراق للإيرانيين. نعم أستاذ بهجت، يعني هناك آراء كثيرة وشهدناها كذلك في التقرير في الشارع العراقي ترفض هذا الخطاب الطائفي، هناك وعي؟ هناك وعي بلا شك. الآن أنا أؤكد لك هذا يا سيدي. نعم. أسمع الكثير وتعرف من خلال علاقاتنا ومن خلال مواقع التواصل وأصدقاء، فعلا هناك صحوة الآن في الوسط والجنوب، وأتمنى مرة وإلى الأبد أن تحسم هذه المحنة، على الشعب العراقي أن يصفح هؤلاء. نعم. وينهي وجودهم بهذه العملية السياسية، وأنها عملية فاشلة ودستور فاشل ومجموعة بائسة، ولا بد للشعب العراقي أن يقول كلمة، لأنه ما ممكن أن يستمر هذا الظلم وهذا التعدي، وهذه آخر يوم البلد مفتوح لكل الموبقات. شوف، من الحشيشة، من الترياق، من تجارة الكحول، من تجارة القضايا الجديدة المخجلة والمخزية، واللي يقول عنها بعض المعممين أنه تنتشر كالنار في الهشيم. نعم. فشيء مخجل ومؤلم، وعلى الشعب العراقي صاحب الغيرة أن يقول كلمته ولو في آخر يوم. نعم. لأنه ترى بالنتيجة يا أخي عمر، ترى النتائج واضحة لهذه العملية، والحصص والأرقام موجودة ومتفق عليها، فكل هذه عملية ضحك على الذقون وضحك على أبناء الشعب العراقي. أرجو من الأستاذ بهجت الكردي البقاء معنا لمناقشة المحور الثاني. أستاذ صلاح الدين محمود من أربيل الناشط السياسي، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود إليكم لمناقشة المحور الثاني. أهلا بكم من جديد. يتعرض أهالي العاصمة بغداد وخاصة العامرية غربي العاصمة لإجراءات تعسفية تمارس ضدهم، تتمثل في هدم المحال والمنازل في خطوة تسميها الحكومة رفع التجاوزات. وناشد المواطنون الحكومة بإيقاف هذه الإجراءات والعمل على تأمين فرص عمل بدلا من محاربتهم في مصدر رزقهم. نتابع هذا التقرير ونعود للنقاش. بينما ينهب أموال العراق ثلة من الفاسدين المتربعين على مناصب وزارية ونيابية دون رقيب أو حسيب، يواجه الفقراء من أبناء الشعب العراقي خطراً يهدد محل سكنهم ولقمة عيشهم. أمانة بغداد تمارس إجراءات تعسفية بحجة أنها تعمل على رفع التجاوزات من خلال قيامها بهدم المنازل والمحال التجارية في منطقة العامرية وغيرها من مناطق بغداد، والتي اضطر المواطنون إلى إشغالها بعد أن تقطعت بهم السبل إبان الاحتلال الأمريكي لبغداد، من دون أن توفر لهم الحكومة أماكن بديلة. المواطنون اشتكوا من ظلم الحكومة التي تحارب المواطن في مصدر رزقه في ظل انعدام فرص العمل وتنصلها من توفير حياة كريمة له، فلا هي وفرت لهم التعيينات ولا شجعت الاستثمار وفتحت المصانع لتشغيلهم. والله ناشد المحلات تبقى يوفرون لنا شغل، هذا اللي نريده يعني، ويعني ما يطبقوها على نفسهم، يعني احنا العالم فقره وين تروح؟ خلي يصيرون هم بمكاننا يعني.
ومع تدني المستوى المعيشي للمواطن العراقي وارتفاع أسعار البضائع والاحتياجات، تلجأ العائلات للتبضع من الباعة المتجولين لانخفاض أسعار بضائعهم وسهولة تأمينها، كونها قريبة من منازل المواطنين ولا تحتاج إلى كلفة نقل. بديل ما عدنا للمحلات هاي، ما عدنا غير على الله ثم على هالمحلات هاي، ويعني بس يشوفونا يعني صورة حيل شيء من المحافظة من أي مكان، يعني إذا المحل إذا عزل يوم واحد يعني يروحون غير مكان يلا عودي يجيبوني يسوقون، وكله تكسب 10 و5 وماكو، العالم كلها فقرة وقاعدة، الله وكيلك. المتضررون في منطقة العامرية يشكون من سعي أمانة بغداد لنقل محلهم إلى مناطق أخرى بعيدة بذريعة أنها تستقطع مساحات من الشوارع في المنطقة وتعطل الحركة المرورية، في حين يقول أهالي المنطقة إنهم ينشرون بضائعهم في أماكن صغيرة بعيدة عن الطرقات الرئيسية. حاليا سمعنا أنه أكو حملة على المحلات اللي متجاوزة على الشارع، وهي في واقع الحال مو على الشارع، سيارات جاية تمر بشكل طبيعي، والسيارات هاي من سنين احنا هنا قاعدين والسيارات جاية تمر بشيء طبيعي، والمحلات هنا هي بخدمة المواطنين، لأن أصلا ما بنت لا أسواق ولا مستشفيات ولا عندنا حتى شغلات خدمية للمنطقة هاي. وتحت مسمى تنظيم المخالفات والتجاوزات تحارب الحكومة في بغداد مصدر رزق العراقيين، وبدلاً من سعيها لتوفير فرص عمل وتشجيع الاستثمار والمشاريع الصغيرة، تقف كحجر عثرة في وجه المواطنين وتضاعف من معاناتهم وتنسف رغيف خبزهم. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي من بغداد، والدكتور هلال الدليمي الكاتب والمحلل السياسي من عمان، وأجدد الترحيب بالأستاذ بهجت الكردي الناشط العراقي المستقل. مرحبا بكم جميعا. أستاذ أحمد، لو تنقل لنا الصورة الحاصلة في العاصمة بغداد بهذا الموضوع، موضوع رفع التجاوزات. نعم أستاذ أحمد، هل تسمعني؟ نعم أسمعك. ما هي الصورة في العاصمة بغداد والإجراءات من قبل الحكومة في رفع هذه ما تسميها بالتجاوزات؟ نعم، باشرت أمانة بغداد منذ عدة أيام في حملة قالت أنها ستستمر لمدة 3 شهور بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد من أجل رفع التجاوزات الحاصلة من قبل أصحاب المحلات وكذلك الباعة المتجولين وأصحاب البسطيات الذين ملأوا أغلب شوارع العاصمة بغداد. نشاهد كل يوم تقريبا لجان من أمانة بغداد ترافقهم قوات من عمليات بغداد عربات مصفحة وعربات همفي وعشرات الجنود وعناصر الشرطة يقومون بتحطيم واجهات المحلات التي أخذت أجزاء كبيرة من الأرصفة والشوارع بالشفل وكذلك بسيارات الجريدر وغيرها من آليات الإنشائية الكبيرة، وهذا في الحقيقة ما أثار موجة غضب من قبل الباعة ومن قبل مئات الشبان العراقيين العاطلين عن العمل. واليوم عندما تتجول في منطقة الكرادة على سبيل المثال وكذلك في منطقة السيدية ومنطقة زيونة تشاهد أغلب واجهات المحلات محطمة وكأن مفخخة ضربت الشارع، وهذا في الحقيقة يعني أمانة بغداد عالجت خطأ بخطأ كبير. فكما تعلمون أن أغلب بنايات العاصمة بغداد هي بنايات متخالكة ولا يصلح أن يعني أن تكون وجها للعاصمة العراقية بغداد في عام 2018. لذلك اليوم عندما تشاهد هذه المحلات تراها محطمة وكأنها يعني أصابتها انفجار شديد وتركتها خطام، وتركت أصحاب هذه المحلات يقومون بإزالة خطام محلاتهم، والكثير منهم
أصر على إقفال محلاتهم وتركها كما هي، وأصبح الحطام يملأ أرصفة العاصمة بغداد بعد قرار أمانة بغداد بإزالتها. وهذا في الحقيقة يعني يمثل يعني مشكلة كبيرة، مشكلة مزدوجة وكبيرة. فمشكلة البطالة في بغداد أنتجت آلاف العاطلين، بل مئات آلاف العاطلين عن العمل في بغداد. لذلك هؤلاء توجهوا إلى فتح بطيات وفتح مصالح صغيرة على شكل مطاعم وعلى شكل كافتريات وعلى شكل أكشاك متنقلة وغير متنقلة في شوارع بغداد، وهم بذلك تجاوزوا على أموال الدولة وشوهوا شوارع بغداد، وأصبح المتجول في بغداد وكأنه يمشي في أحد شوارع نيو دلهي وحيدر أباد في المدن الهندية المعدمة وغيرها من المدن، وليس كأنها بغداد يعني. هذا بالإضافة إلى انتشار ظاهرة العربات التي تجرها الخيول وأجلكم الله الحمير وغيرها، وأيضا انتشار ظاهر أيضا نشاهد بكثرة تنامي ظاهرة استخدام عربة التوك توك في بغداد. حيث منطقة الشورجة على سبيل المثال مزدحمة بشكل كبير بهذه العربات التي يستخدمها الشبان العراقيين من أجل القيام بنقل المواطنين من وسط بغداد إلى مناطق شرق ومناطق شمال بغداد بأجور زهيدة من أجل توفير لقمة العيش في ظل هذه الأوضاع الصعبة. نعم، شكرا للأستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي من بغداد الذي نقل لنا هذه الصورة حول موضوع التجاوزات. دكتور هلال الدليمي، الصحفي العراقي أحمد الجميلي أشار إلى نقطة مهمة، وهي بأن البطالة هي السبب الرئيس في تفشي ظاهرة البسطيات وظاهرة التجاوزات من فتح محلات إلى آخره، وكذلك أشار إلى يعني عربات تجرها الخيول والحمير. من المسؤول عن استفحال هذه الظاهرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. القضية الباع المتجولين والبسطيات ظاهرها مخالفة، ظاهرها والحجة التي احتج بها أمانة بغداد هي تجاوزات على الأموال وعلى الأرصفة، وهذا صحيح من حيث المعنى الحقيقي للتجاوز كما هو حاصل، ولكن هناك أسباب دفعت الملايين أو مئات الآلاف من الشباب للجوء إلى هذا العمل، لأنه الحكومة التي أتى بها المحتل لم توفر فرص عمل. أولا دمرت الصناعة، دمرت التجارة، لم تبني مصنعا واحدا، فبالتالي ازدياد عدد السكان، عدم وجود فرص عمل، وتعرفون جيدا كيف يتم الحصول على فرص العمل للمتخرجين لحاصل شهادة البكالوريوس، يدفع المبالغ هنا وهناك في سبيل أن يحصل على وظيفة بعد أن يدخل في الحرام يرشي، وكثرة الرشاوة هي التي دفعت بالناس إلى اتخاذ أساليب أسهل في الحصول على لقمة العيش. فالبطالة في العراق تصل إلى 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 مستويات كبيرة جدا، يعني لا توجد هناك إحصائية دقيقة وعملية وعلمية بالنسبة للجيل المنتج اللي هو جيل الشباب من بعد العشرين، ما بين العشرين والأربعين سنة، لا توجد لهم فرص عمل، فبالتالي اتجهوا إلى البسطيات وما إلى ذلك. هذه ظاهرة عامة تتحملها الدولة. هل وجدت لهم حلا بديلا عن هذه البسطيات؟ هناك حلول ممكن أن تقوم بها أمانة عمان نفسها، أن تجد هناك مساحات محددة تقوم بإيجارها لهؤلاء الناس بأجور بسيطة رمزية في سبيل الحصول على لقمة العيش الكريم في نفس المناطق. القضية الأخرى قضية أنه هل هذه الحملة ستشمل كل بغداد؟ أنت تتجول في كل بغداد، هذه ظاهرة عامة وليست ظاهرة خاصة منطقة محددة، لكن طريقة العلاج طريقة ميليشياوية صرفة. يعني أنت تريد أن تنذر المواطن، أول اتخاذ الإجراءات اللازمة بأنه ينذر المواطن صاحب البسطية بإنذار خطي من قبل مراكز الشرطة، ومن ثم تخف هذه الظاهرة تدريجيا، ومن يبقى مصرا على المخالفة
تأخذ الإجراءات بحقه وفق القانون. أنت كما أشرت دكتور هلال، ما هو الضرر على الحكومة أن تخصص أماكن كما أشرت، أن تخصص أماكن لأصحاب البسطيات؟ يعني نشاهد في دول بأنه كل يوم يوجد سوق متنقل في شارع معين، هذا سوف ينظم هذا السوق وسوف يعطي جمالية ويبعد التجاوزات. ما الضرر على الحكومة من أن تخطط هذا التخطيط؟ ما هي وظيفة أمانة بغداد؟ هل هي فقط تدع المواطن، الحكومة والأمانة تدع المواطن يكون يعني خريج وليس له عمل وبعد ذلك يقوم بفتح بسطية وبعد سنوات تأتي تهدم هذه البسطية في يوم وليلة؟ وأولا من يتحمل هذه المسؤولية هي السلطة الحاكمة يعني بكل مفاصلها، لأن المسؤولية التأمين اللقمة العيش للمواطن هي مسؤولية السلطة الحاكمة التي أتت على العراق وكان يعيش في زمن حصار، ولكن كانت نسبة البطالة أقل بكثير جدا من هذا يدل على عدم وجود أي تخطيط. يعني حقيقة هو انعدام التخطيط والانتهاء الحكومة بالفساد والفساد الإداري والسرقات الكبيرة. أنا الحقيقة هنا سؤال كبير أريد أطرحه على مسامع المشاهدين الكرام، لماذا لم يتم معالجة الفساد الأكبر تركض الحكومة وأمانة بغداد وراء المواطن البسيط الذي يريد أن يجر لقمة عيشه بصعوبة من هذه البسطيات؟ نحن مع تنظيم بغداد، مع وجه أجمل لبغداد ومع وجه أجمل لكل العراق، ولكن أين الوجه الأجمل الذي دمرت الميليشيات في 6 محافظات بالكامل بالصواريخ والدبابات وما إلى ذلك؟ نعم دكتور هلال، أعود إليك. بغداد ومحافظة بغداد والمحافظات الجنوبية في كربلاء والنجف نفس القصة. نعم. هذه القصة لم لا توجد هناك. نعم. جهات تخطط، هناك جهات تنفذ في سبيل تنفير المواطن، وتلاحظ الآن من الآن إلى أن تغلق. نعم دكتور هلال، أعود إليك عذرا على المقاطعة. لا خلاف أستاذ بهجة على أن من يتجاوز على الشوارع العامة وعلى منازل المواطنين مرفوض في كل القوانين، ولكن الدساتير ضمنت لكل مواطن حق السكن. نتحدث عن السكن الآن، لدينا ملايين في العراق ليس لديهم سكن، يضطر إلى أن يبني منزل صغير في مكان عام ومعروف بالعشوائيات وما يسمى بالعراق بالتجاوز. نعود إلى موضوع التخطيط، منذ العام 2003 ولغاية الآن لم نرى مشروع لهذه الحكومات المتعاقبة، مشروع فعلي خدم المواطن وخصص له قطعة أرض حتى لو كانت 100 متر، حتى لو كانت قطعة أرض. ما الضرر من الحكومة أن تعطي قطعة أرض للمواطن وتبتعد عن كل هذه الأمور؟ شوف يا سيدي، ما من مصلحة هؤلاء أنه يكون الشعب في راحة. نعم. وعنده عمل، لما راح يجندوا لمشاريعهم، ولهذا قتلت الزراعة والصناعة وكثرت البطالة في كل محافظات العراق بالمناسبة بعد الاحتلال. وهذا كان مدروس، وهذا اللي نشاهده الآن من إذلال للناس وإهانة للناس في هذه الأماكن. الدولة يا سيدي ما عندها مشروع من أجل بناء الإنسان. نعم. تخيل أنه وزارة وأعضاء في لجان برلمانية هي لجنة بناء المشرف عليها. نعم. خريج إعدادية، واللجان الاقتصادية المسؤول. نعم. عنها واحد خريج كان في إحدى الحوزات، والمواطن المسكين الذي يقف على البسطة فهذا شلون يخطط؟ طبعاً يعني دراسات عليا لديه، وهذا يا. نعم. سيدي نوع يعني مدروس في إذلال الناس يا سيدي، وهذا اللي خلى هذه المجموعات الكثير من عدها يتطوع إلى الحشد، لأن ماكو مستقبل. نعم. إما تصير جندي وشرطي وتدافع عن الفاسدين وتنقتل وتنجرح وما حد يسأل عليك. وهذا اللي يصير يا سيدي. يعني الآن كل المجتمعات التي تتحضر يا سيدي، شنو الإشكالية أنه لهؤلاء المساكين ألقالهم مكان وأنا أنظم لهم المكان بحيث يجون يقعدون به وخارج عن المناطق اللي بها مزدحامات وبالشوارع. لكن لا أستبعد أخي عمر أنه أيضا هذه فكرة مبتكرة للسرقة والابتزاز. يعني حتى يمكن الشوارع مبيوعة. نعم. والأرصفة مبيوعة لناس عندهم وجود داخل الحكومة بالكتل السياسية. نعم. بالأحزاب السياسية. يعني التفجيرات لما تصير بالأسواق. نعم. أنت لاحظ بسوق الطماطة وبسوق المخضر. نعم. وبسوق وحتى بالمولات تنافس على السيطرة على هذه المناطق. يعني. نعم. أكو عصابات
وهذه العصابات صارت معروفة اليوم للشعب العراقي. نعم. اليوم الكل يعلم أنه الكثير من المتسولين اللي موجودين في بغداد، يعني هذه الحالة، نعم، أنه تأتي بهم سيارات مدعومة من كتل سياسية وناس متمكنين ومتنفذين يجيبون، نعم، هذه الأطفال والنساء يحطوها بهذا الرصيف وبهذا الرصيف. شوارع في بغداد من تلف بها يمنع عن الشارع الرئيسي عصابات السلب. فهذه يا سيدي طرق مبتكرة للسرقة، لأنه مو الكل عندها إمكانية تسرق عقد. نعم نعم. دكتور هلال بدقيقتين، يعني خريج جامعة ومن ثم لا يجد وظيفة، بطالة، يقوم يضطر إلى فتح بسطية، تأتي الحكومة برفع هذه البسطية، بعد ذلك يجد نفسه بدون عمل. ما هذه، يعني ما الذي سوف تنتجه هذه الحالات، وليس الحالة الواحدة، على المجتمع؟ يعني هناك من يرصد ارتفاع معدلات الجريمة، الذهاب في عصابات، في مافيات، هذا يؤدي إلى تزايد الجريمة في العراق. كيف تقرأ هذا أو هذه القراءة من قبل المراقبين؟ عملنا دراسة بسيطة عن عدد الخريجين وحملة الشهادات الذي يعملون في البسطيات مقارنة بالبرلمان الذين يحكمون العراق، لوجدنا أن نسبة الذين يعملون في البسطيات من حملة الشهادات أعلى بكثير من نسبة حملة البكالوريوس في هذا البرلمان الفاسد. القضية الأخرى قضية التنمية البشرية والمواد البشرية وكيف تنمية المجتمع، الاستقرار الاقتصادي وإيجاد فرص العمل، هذه جزء من رفاهية المجتمع، ولكن عندما تحرم هذا الشريحة الكبيرة من أي فرصة عمل سوف يضطر إلى الجريمة والجريمة المنظمة، ويضطر أن يكون لقطة سائق في يد العقابات تتلقفها هنا وهناك وما أكثرها في الحراف. تفضل في الكتاب دكتور مشكورة على نقطة مهمة، أنه أين الوجه الأجمع في بغداد ما تكون الإصابات هي مسيطرة على بغداد؟ الإصابات هي من أثناء هرم السلطة وتنازلهم وكلهم إصابات، ولا تستثني منهم أبدا، لأنه عندما تأتي على بلد عامر تخربه وتدمره وتدمر الشباب، لا فرص عمل، لا مصانع، لا زراعة، لا صناعة، لا يوجد بناء، ماذا يضطر المواطن؟ يضطر أنه يتجه اتجاهات ربما تكون غير صحيحة، ونحن نؤكد هنا بأن العشوائيات غير صحيحة، ولكن العشوائيات هذه كانت بحماية الأحزاب والأحزاب هي التي وزعتها، وتدققوا كل مواطن مع المواطن بشفافية وبنزاهة يتخذونها بأجمعهم. نعم، ويجب أن كل صاحب بسطية قد دفع مبلغ لفلان وفلان في أمانة بغداد وصل في الأحزاب نفسها لكي يبقى. نعم دكتور هلال الدليمي الكاتب والمحلل السياسي من عمان كان معنا، والأستاذ بهجة الكردي الناشط العراقي المستقل، شكرا جزيلا لكما. أعزائي المشاهدين شكرا لكم، وإلى اللقاء بإذن الله.